نرحب بحضراتكم مره كمان. والاهلي زي ما احنا عارفين دايما معودنا على الانتصارات والبطولات، وده يمكن شفناه في اخر كمان مباريتين، سواء هنتكلم عن بيراميدز او امبي، ان شاء الله نشوفه كمان في يعني المصري المباراه القادمه يوم الخميس. وعايزين يعني نرحب ونشكر كمان كابتن صديق الجمال نجم الاهلي السابق اللي منورنا النهارده، وهنعمل قراءه معاه على البونبوني اللي هو اداهولنا وانا اكلته في توقيت غلط، اكلته قبل الفاصل لما يخلص بثواني. بونجور يا كابتن صديق. صباح الخير. منورنا والله. ربنا يخليك. صباح الفل. صباح الخير يا كريم. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه الحمد لله. طيب. تمام الحمد لله. يا رب. ده بالقرفه ده بقى. الجنزبيل. بالجنزبيل. ده كان اول سؤال، خلي بالك الفقره. طعم القرفه ولا طعم الجنزبيل؟ والله حلو. حلو. عايزين نبتدي مع حضرتك بقى باخر المستجدات، الاضافات والتطعيمات انجاز التعبير اللي بنطعم من خلالها الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي. كريستو وخالد عبد الفتاح، رايك في الاضافتين دول ايه؟ وطبعا الحمد لله، طبعا الاهلي نهى الفتره اللي فاتت بمباراتين فوز على بيراميدز وعلى انبي. ده بيدي استقرار برضو فني للمدير الفني واللعيبه و المنظومة كلية، ويطمن الجمهور، ويطمن الجمهور الفترة اللي جاية. طبعا الصفقات النادي الأهلي معودنا يعني في أي حاجة بيطلبها المدير الفني، وبالذات في المراكز أو في أي حاجة في الملعب، مجلس إدارة والمنظومة كلها بتوفر كل حاجة للمدير الفني. فوقع الاختيار على اللاعب اللي هو الضو، اللاعب النجم الساحلي كريستو، لعيب مميز جدا بيلعب برجليه الشمال، هداف. ده ان شاء الله يكون اضافه كويسه للنادي الاهلي الفتره اللي جايه باذن الله. وعلى ما اعتقد هو مضى اربع مواسم ونص. اربع سنين ونص. ودي طبعا هتبقى ان شاء الله باذن الله يبقى مكسب للنادي الاهلي، ويبقى اضافه مع زمايله، ويبقى ليه تواجد جيد جدا في النادي الاهلي ان شاء الله. طب وخالد عبد الفتاح بقى القادم من سموحه؟ خالد لعيب يعتبر صغير في السن، ولعيب مميز جدا الفتره الاخيره، بيأدي اداء جيد قوي، الالتحامات بتاعته كويسه جدا، وتكتيكيا على مستوى عالي. وقع الاختيار عليه، وانا شايف هيبقى مكسب واضافه في مركز الباك الرايت ناحيه اليمين، مع وجود محمد هاني وموجود اكرم ان شاء الله ما يرجع بالسلامه يا رب ان شاء الله. بقى عندك في المركز لاعب او اثنين او ثلاثه، النادي الاهلي بقى عنده استحقاقات كتير، فلازم يكون في لعيبه كتير في المراكز طبعا. عشان اي لا قدر الله الجاهزيه نفس اللي هو جاي جاهز ما شاء الله، وبيلعب اساسي مع سموحه، والصفقه ست شهور اعاره، وعلى ما اعتقد ممكن باذن الله بنيه الشراء ان شاء الله باذن الله يكون اضافه، وهو لعيب مميز جدا يعني. هي بيبقى في دايما صفقات او اعارات، يعني اكثر من اعاره بتحصل ما بين النادي الاهلي وسموحه تحديدا، ليه؟ مش بتلاحظها؟ طبعا هي النادي الاهلي الحمد لله يعني اي تعاملات مع الانديه، لما يكون عايز لعيب من اي نادي، كل الانديه او ثلاث ارباعها بترحب جدا النادي الاهلي يتعامل معاه. النادي الاهلي فير يعني، وفي التعاملات تعامله جيد جدا، سواء الامور الماديه، سواء الامور الاتفاقات اللي بتبقى بنود العقوده. فاي حد بيتعامل مع النادي الاهلي بيكون مبسوط جدا، لان كل حاجه بتبقى متوثقه واستريت يعني، ما فيش دوران طبعا. واخد بالك اللي النادي الاهلي بيقوله وفي شفافيه بيلتزم بيه. وده النادي الاهلي على مر العصور، القيادات بتاعته، الاتفاقات بتاعته جيده جدا وموحده. يعني خلاص اتفق على حاجه، حتى لو هياخد اللعيب دوت ويحصل دروب، يحصل اي حاجه، ما بيلغيش العقد، ما بيبقاش فيه حاجه للنادي تسيء للنادي اللي اتعامل معاه او للاعب. الحقوق كلها بتبقى مضمونه وموثقه في النادي الاهلي ما شاء الله، واي حد بيتمنى يتعامل معاه. الدنيا في الاطار ده بتمشي ازاي؟ يعني مثلا المدير الفني بيقول مثلا انا محتاج لاعب ينضم لينا في المركز الفلاني. نفترض ان هو ما قالش حد بالاسم، مش عارف مثلا مدير فني اجنبي، فمش عارف ايه اللعيبه المحليين المتاحين في المركز ده. الدايره بتمشي ازاي؟ يعني هل بيتحط اللاعب المنشود ده تحت الميكروسكوب زي ما بيتقال، بيدرس، بيجاب فيديوهاته لاخر ماتشات ليه؟ يعني التراك اللي بيتمشي فيه لغايه لما بنوصل لمرحله اضافه جديده في الفريق. اكيد بيبقى في متابعه جيده جدا من لجنه التخطيط، مدير الكره، الجهاز الفني بالكامل. لو المدير الفني بيطلب مركز بس ومش عارف اللعيب، فطبعا الاختيارات بيختاروا لعيب معين مثلا في نادي معين، وبرده بيقولوا للمدير الفني
بيلفتوا نظره اللعيب ده ممكن فيه المواصفات اللي حضرتك طالبها، فبيتابعوا متابعه جيده جدا جدا. واهم حاجه في اللعيب اللي بينضم للنادي الاهلي السي في بتاعه يكون جيد اخلاقيا، المستوى الفني عالي جدا، بدنيا، الناحيه الطبيه، كشف الطبي، يعني لازم يكون فيه المميزات عشان لما يقع عليه الاختيار يبقى هو جاي كامل متكامل. المركز برضو، عدد المباريات اللي لعبها، ما انت مش هتجيب لعيب او ترشح لعيب للمدير الفني يكون ما بيلعبش اساسي في الفرقه بتاعته. طبعا لازم يكون عدد المباريات كويس، يعني عدد كبير، مشاركات عنده والمشاركات بتاعته قويه وليه تواجد مع فرقته، ده بيبقى فرصته كويسه جدا جدا يضم النادي الاهلي. لو في الاول وفي الاخر الراي الاول والاخير للمدير الفني. النادي الاهلي بيدي الصلاحيات للمدرب عشان لما بيجي بيحصل اي مثلا تعاون مع المدرب او في حساب او في مش انتقادات، في تقييم، بيبقى جاب لك الحاجه اللي انت عايزها. مدرب عايز راس حربه، النادي الاهلي الاداره على رسوم طبعا الكابتن محمود الخطيب ما بيتاخروش مع اي مدير فني، بدليل ايام موسيماني عايز فلان بيجيبوا له فلان، عايز اللعيب ده في المركز ده، ما بيتاخروش على المدرب عشان لما بيجي المدرب ما يبقاش عنده برضه عذر ان انا طلبت صفقات او طلبت لعيبه معينه والنادي ما جابليش. فزي ما بيقولوا ايه بالعربي كده، بيحط الكره في ملعبه. طبعا كل المتطلبات اللي طلبها بيجيبها له، فالاختيارات بيكون فيها دقه، الامور الفنيه، الامور البدنيه بالنسبه للاعب، حسابات، وقصه كمان الكشف الطبي اللي بيتم. يعني يمكن كان عندنا لاعب كان مطروح اسمه مش مهم يعني، او يعقوبه يعني، لا عادي نتكلم فيها برضه، حاجه كويسه يعني. بغض النظر عشان حتى يعني مراعاه للاعب نفسه مش اكتر يعني، بس طبعا هو في حاجه اسمها كشف طبي وكلنا عارفين هذا الامر، وطالما ما عداش منه يبقى الصفقه اكيد قصد احتراف في الاول وفي الاخر. وفي نفس الوقت برضه عشان نقطه مهمه كابتن صديق، عشان البعض قال لك طب هو الدفع في حاجه، ما فيش صفقه بتتم غير لما بيطلع الكشف الطبي، وحضرتك تاكد لنا للاعب ان هو يعني سليم 100% ويستطيع ان هو يلعب، مفيش جنيه بيدفع. فاللي فاكر ان في فلوس اتدفعت، مفيش لا فلوس اتدفعت ولا راحت على النادي الاهلي، الكلام ده اصلا تمام. القيل والقال في النقطه دي او في الجزئيه دي هتلاقي فيه انتقادات كتير. اول حاجه الاهلي ما بيطلعش اي مبالغ ماديه الا لما يكون في عقود متوثقه، وقبل اي شيء دلوقتي في كره القدم من زمان يعني لازم الكشف الطبي بالظبط، حتى دي ما تقللش من اللاعب. ممكن يجي واحد في كشف الطبي ما فيهوش الحته الكامله او متعافي ان هو ما فيش اي اصابه، ده بيمضي على طول. عنده اي اصابه يبقى في ضرب بعد كده، ما ينفعش تجيب صفقه وتدفع فيها مبالغ ويبقى في الاصابه وتتراكم عنده ويجي بعد كده، يبقى انت اللي هتتضر كنادي. فالنادي ما بيدفعش اي حاجه الا بعد الكشف الطبي الكامل، الامور الفنيه، راي المدير الفني، بعد كده بيتعاقد. الامور اللي هي التعاقدات والحاجات دي ليها ناسها في النادي الاهلي، مفيش حد بيتخطى حد. فكون اللاعب ده لم يوفق، هو غني على فكره، ولما جه ما ليش نصيب يبقى متواجد في النادي الاهلي، بس النادي الاهلي ما دفعش فيه اي طبعا دي نقطه أي مهمه اي دولار زي ما بيقولوا ياكد عليها. سيبك من اللي بيتقال على السوشيال ميديا يعني دايما بتلاقي ما هي المشكله تاني، نرجع ونقول السوشيال ميديا، اي حد بيقول اي حاجه وممكن حد يصدق فيشير فيبتدي، وكانهم بيشكلوا راي عام من زي برونو سافيو لما جه مثلا، شفت الانتقادات قبل ما ينزل الملعب، الراجل جه ولعب ويسجل، ممكن مش الماتشات كلها يبقى كويس، ما هو في ماتشات هيلعب اساسي، في ماتشات ممكن يقعد حد مكانه بيخش، بس لما جه جاب لك جون في الزمالك، جاب لك ساهم مع زمايله في بطوله، هدف غالي جدا يعني، ثبت وجود الراجل. بننتظر منه الافضل كمان، خلينا عنده. نقول برونو سافيو في الفتره اللي جايه نتمنى يعني هو يقدر يقدم افضل من كده اكيد مع النادي الاهلي. اكيد طيب خلينا نتكلم بقى سريعا ونعمل فلاش باك كده على مباراه بيراميدز وام بي، وبعد كده نخش نتكلم على المصري. مبدئيا المصري هيتلعب على استاد برج العرب، هل بيؤثر؟ يعني برضو انا هاخد الزاويه دي، احنا لعبنا على مع بيراميدز على استاد القاهره فور اكزامبل، وكان من افضل الاستادات، حتى كان وقتها كولر طلع قال لك انا نفسي كل الماتشات تبقى على استاد القاهره، من افضل الاستادات الموجوده والملاعب. لكن احنا هنلعب مع المصري على برج العرب. برج العرب هو احنا لعبنا عليه ماتشات كتير، ماتشات اهلي زمالك، ماتشات مع المصري، ماتشات مع الاسماعيلي، النادي الاهلي بيلعب في اي مكان، بس في ملعب في ارتياحيه بالظبط للتكتيك اللي بيحطه المدرب، للفروقات الفنيه اللي عند بعض اللعيبه، ما يكون ملعب مساعدك. يعني شوف مثلا استاد القاهره في بعض الجمل او بعض الكور اتلعبت عليه بالنسبه للقفشه او السوليه الدنيا بتبقى ماشيه كويس والملعب بيساعدك. في ماتشات تانية ملاعب مثلا
بتبقى مش هقول حته ان ايه ما تساعدكش كوشها حلو او لا، انا بتكلم الفنيه، لا ملهاش علاقه بالارض المستوى بتاعها نفسه يعني، ما تساعدكش فنيا ان 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 اللعيبه والحاجات اللي هي بتبقى على الارض وكده. وبالنسبه لفرقه النادي الاهلي، فرقه النادي الاهلي بتلعب كرة على الارض كويسه جدا جدا، فلازم الملعب يكون كويس. هو مش ده المفروض يبقى ده الاساس؟ ان اي ماتش بيتلعب لازم يتلعب على ارضيه مناسبه وعلى ملعب صالح للتعامل معاه المفروض، بس في اختيارات في اول الدوري، وانت اخترت الملعب ده، انا اخترت الملعب ده، فانت بقى بتتحمل. بس ممكن تيجي تطلب في وقت معين، لا انا عايز العب، من حقي العب على استاد القاهره، اكيد ما حدش هيمانع. ما انا فاهم، هتلعب عليه بس لحضرتك على المبدا ذات نفسه، يعني بناء على ايه بيبقى في ملاعب جاهزيتها اعلى من غيرها؟ المفروض ان كل الملاعب تكون على نفس المستوى من الجاهزيه. لا ما في دروب لبعض الملاعب، لان في استهلاك، في ضغوطات عليها، في ماتشات كتير بتتلعب مثلا، في فرق بتتمرن عليها، فبيحصل دروب لارضيه الملعب. انما الحمد لله الاهلي وفق وراح على استاد القاهره، ادى اداء جيد بالنسبه للمباراتين. عشان من هون بتسال قبل مباراه المصري، الاهلي لعب مباراه بيراميدز على مستوى عالي جدا جدا. اكتسب بعض اللعيبه، رجعوا لمستواهم، حوالي خمس ست لعيبه في الملعب كان ليهم تقل في المباراه. الناس بتقول لك النادي الاهلي كان بيلعب بطريقه دفاعيه، لا الاستحواذ لو حتى كان فارق لصالح بيراميدز، بس النادي الاهلي استفاد من المباراه تكتيكيا وفنيا، قدر يحرز ثلاث اهداف. الاجوان اللي جات للنادي الاهلي كلها في الثلث الاخراني، هدف السوليه كان على ال 18 وهو لاعب وسط في نص الملعب. لو الاهلي ما كانش ضاغط، ما كانش هيبقى متواجد في البوزيشن بتاعه في المكان ده، وشاط كوره كويسه جدا، جبنا جون. برده الجون الثاني بتاع السوليه اللي جابه بالدماغ، فرقه النادي الاهلي كلها في ملعب بتاع بيراميدز. الجون بتاع حسين الشحات كانت هجمه وراح. بص الجمال، بص السد ده فعلا حلو، سد القاهره الملعب بيساعدنا فعلا حلو. بص الباص بيروح صح، بتدوس يعني. بص عوده بعض النجوم زي محمد هاني برده ما شاء الله تألق، قفشه، السوليه، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، الملعب بيساعدك. طبعا الملعب بيساعدك، فالحاجات دي كلها فنيا بتفرق مع لعيبه النادي الاهلي. فعملوا مباراه كبيره جدا قدام بيراميدز، وقدروا يجيبوا ثلاث اهداف وثلاثه بونت غاليين جدا، خلوك متصدر. جم للمباراه اللي بعد كده دخلوا بارتياحيه اكتر، الثقه مع مباراه انبي. الاهلي استحوذ ولعب كوره كويسه جدا، وادى بقوه، وقدر برضو يحرز هدفين، من ضمنهم هدف جميل جدا لقفشه. الاثنين حلوين. السوليه حطها له حاجه عاليه جدا، تكتيك مميز جدا أول جدا. الاسيست بتاع السوليه كانت حلوه، الهجمه نفسها حلوه جدا، والاستلام لقفشه بمهاره عاليه جدا. بص ما بعدتش عنه، ده رقص الحارس حطها. بص قفشه برضو قطع مشوار مش هين. نيجي لهدف ديانج، هدف مارادوني، استلم الراجل الكره وراح قطع، والدنيا سالكه برضو معاه، بقى يرقص وراح لحد ما وصل جوه السته، وراح جايب جون حلو جدا يعني. تحسب له لما بيكون فايق اليو ديانج بيعمل فرق هستيري. اكيد هو عنده، بص عنده الامكانيات، لما هو بيساعد نفسه وبيطلع في الثلث الاخراني عنده الامكانيات. لا ديانج انا بشوفه من اللعيبه الرائعه بصراحه، يعني في خط نص ملعب النادي الاهلي رقم واحد زي ما بيقولوا ايه، بيقولوا كده بيعتل جامد على زمايله في نص الملعب، بيشيل حمل كبير. لما بيكون فايق وبيكمل الحته الهجوميه زي ما شفت دلوقتي في المباراه، بقوه وفاعليه. عدى في الثلث الثاني، وصل جاب جول زي ما احرز قبل كده في الزمالك، كان بيكمل ورا الناس اللي هم الفراوده او الناس اللي في نص الملعب اللي بيهاجموا، فعنده الامكانيات العاليه. طبعا الماتشين ادوا ارتياحيه لمستر كولر. حلو، بس احنا كجماهير ما كانش عندنا الارتياحيه 100%. قول لي ليه؟ ليه؟ بسبب التعادلات. علشان احنا كان ممكن نحرز اكتر من كده يا كابتن صديق. يعني انا وكريم اتكلمنا في النقطه دي في الانترو، احنا سعداء طبعا باللي بيحصل من قبل الفريق الاول بتاعنا، حاجه مشرفه. ولكن عارف انت لما يبقى عندك مثلا ابن صغير وهو جاب درجه حلوه، بس انت عارف ان هو ذكي يقدر يجيب احسن. أيوه. فالاهلي دلوقتي الحمد لله رجع للمكانه اللي احنا نعرفه فيها، فهو كان يقدر، والماتش كان سهل، والسيطره كانت للاهلي. احنا طمعين شويه، انت حضرتك عايزه ايه؟ يبقى في سكور اكتر، ومش عايزه فرص تضيع. انا معاك، بس احنا برضو لما بنيجي نلعب الفرق، يعني بيراميدز عندهم مجموعه لعيبه قويه جدا، فاحنا جبنا ثلاثه، ممكن نجيب اكتر، ما جبناش، احنا حققنا الهدف المرجو من المباراه بالسكور كويس. انا معاكي، لازم يمكن نزود. يمكن كلام هواد بينطبق اكتر على ماتش امبي، على ماتش امبي، لان هي الحدوته في ايه؟ حته الفينيشنج، الفرص اللي بتضيع، مسيطر ومستحوذ وبتهاجم وبفعاليه وبقوه وبتوصل لغايه المرمى،
ساعات ساعات بيبقى بس ناقصنا تاتش صغير قوي ينتج عنه هدف. حته التهديف ما برضو المدرب بيتكلم عليها، ليه؟ انت لما بتجيب سكور او اهداف اعلى تدي ارتحال للمدرب، لو عايز يغير 3 4 5 هيغير. النتيجه لما تكون معلقه واحد او اثنين بيبقى التغييرات في حدودها، وهو كمان بيبقى مشدود وقلقان، لان انت برضو بتلعب فرق قويه. ايوه بس انا رايحه كاس العالم للانديه يا كابتن صديق. انا ليه بقول كده؟ الدوري يعدي بس انا داخل على حاجه لسه تقيله جدا، مش عندي رفاهيه ان انا اضيع فرصه. حضرتك واخد بالك من كلامي؟ انا ما واصل لكلام حضرتك، والمعلومه بتاعتك جيده جدا، وانا بوضح لك برضو رؤيه اكتر فنيا من الحته الفنيه. طبعا انا نفسي يجيبوا ثلاثه واربعه، بس احنا لما بنلعب فرق، ما احنا برضو الفرق ما بتبقاش قليله، فرق بتيجي تقاتل. يعني احنا بنلعب فرق الماتشات اللي تعادلنا فيها الناس بتيجي تقف ورا بالسبع ثمان لعيبه، فانت لو ما كانش عندك الحلول الفرديه وعندك الضغط على الاطراف وتسديد من بره ال 18 مش هتعرف تسجل اهداف، وساعات الفرق بتيجي بتقاتل قدام النادي الاهلي. طبعا ده العادي، ده دايما كده ودايما. فانت ساعات الموضوع بيهرب مننا ان التكتل ده مع الوقت اللي بيروح مع الضغوطات اللي عليك، ساعات في ماتشات بتطلع تعادل ولا قدر الله ممكن تتلطش جون وفرقه تجيب جون وتقعد ورا 90 دقيقه ممكن ما توفقش. حصلت مع فرق كتير في الدوري زي مثلا الزمالك واسوان، زي الزمالك والداخليه. الداخليه كان واخد 3 بونت، واخد 3 بونت خلاص في اخر دقيقه الزمالك اتعادل او في الوقت الضايع. فاحنا الماتشات اللي بيبقى فيها تكتلات المدرب بيشتغل عليها، بيحافظ لعيبه النادي الاهلي بحيث ان ازاي نكسر التكتلات دي، ازاي نضغط، ازاي نسجل اهداف. فكاس العالم للانديه زي ما نهاوندي تفضلت وبتقول يعني بتلفت نظرنا والنادي الاهلي ليها حسابات تانية وليها مقومات تانية وليها تجهيزات تانية، لان المستوى يكون اعلى طبعًا من الدوري المحلي فرشوه طبعا بكتير. هتلاقي فرق عالميه وفرق قويه جدا جدا. احنا والوداد موجودين ان شاء الله في كاس العالم، على بال ما تيجي الصفقات برضو ان شاء الله يكون ليهم دور ويشاركوا معانا، بتدي اضافه للعيبه النادي الاهلي، وهيبقى فيه شغل تاني وتكتيك تاني على الارض. مستر كولر هيعرف يتعامل ان شاء الله البطوله دي غير الحاجات المحليه، غير افريقيا بقى الملف اللي فاضل عندنا برضو يعني، ودوري ابطال افريقيا. افريقيا برضو قويه ما تقلش عن كاس العالم للانديه بالظبط، لان بتقابل فرق قويه جدا جدا ولازم انت تكون مستعد. فانا شايف باذن الله مع وجود الصفقات دي مع المدرب تركيزه العالي جدا الفتره اللي جايه، لما بيركز هو كل ما بيقعد في النادي الاهلي كل ما الرؤيه بتكون واضحه اكتر اكتر اكتر، ليه؟ من تغييرات اثناء المباراه، من اختيار التشكيل المناسب، من بعض اللعيبه، لان ممكن هو في مراكز معينه بيحط مثلا نهواند، لا الماتش ده عايز كريم، عشان كريم يبقى كويس او نهواند تبقى كويسه تاخد كتير باستمراريه في الملعب. يعني عندك اللعيب اللي جالنا شادي حسين، شادي حسين وهو في السيراميكا الاجوان اللي بتروح منه في النادي الاهلي كان بيسجلها في سيراميكا. ليه بقى؟ هناك كان بيلعب بارتياحيه ما فيش ضغوطات عليه، انما ده النادي الاهلي طبعا اي حد بيجي لازم يتحمل ضغوطات النادي الاهلي والجماهير والسوشيال ميديا، لان النادي الاهلي فريق كبير صحيح. فلازم انت تتعامل والثقه تكون موجوده عندك ان شاء الله. مع الاشتراكات كتير والمشاركات كل ده بيفرق معانا، اللعيب بيعلى وبيتقل في الملعب، هتبقى دي في صالح النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي، ودايما بنقول ان احنا جماهير ليها طبيعه خاصه جدا، بطبيعه الحال طبيعه الجماهير دي بتشكل ضغط على اي واحد ايا كان هو مين وايا كانت امكانياته وقدراته طالما ان هو لابس تيشيرت النادي الاهلي. الى اي درجه ممكن ده يكون عنصر يعني قوه وتقويه للاعب، وممكن يكون الجماهير او ممكن تكون الجماهير عنصر هدم ضغط؟ لا، هي في النادي الاهلي بتبقى عنصر قوه وقوه جد قويه يعني جدا جدا بالنسبه للاعب، بتدي له باور، لان الجماهير دي بتخليك انت في الملعب تنزل لما مؤاخذه تنزل تاكل النجيله طبعا، ان وراك جمهور عظيم فعلا لما بيخش من اول دقيقه يشجعك لحد اخر دقيقه معاك على الحلوه والمره زي ما بيقولوا. صحيح، لما مستواك بينزل بيشيلوك بيفضلوا يضغطوا عشان يرجعوك للمستوى بتاعك. لما بيجي بينقدك او بيتضايق او بيدور وشه كده بعيد عنك بيبقى من حبه ليك انت. يعني لما جات الجماهير شويه بتزوم على قفشه بيحبوا قفشه جدا، ما قفشه جايب لك بطوله افريقيا مع زمايله طبعا، القاضيه ممكن طبعا والحاجات دي. فلما بيعمل لك كده بيفوقك، مش كره فيك او في قفشه او فيا، لا ده لازم الجمهور يصحصحني، وده الجمهور الواعي اللي فاهم. جمهور الاهلي ما بيغلطش،
عمره ما يكسر لاعب، يعني قصه ان انا ممكن ازعل لكن ما بكسرش اللاعب. دي نقطه مهمه. بصي طبعا جمهور الاهلي ايه، بيزعل عليك مش بيزعل منك، زي ما كان كابتن تفضل في بعض الاحاديث كان لما لعيب بيمشي النادي الاهلي كابتن يقول لك انا زعلان عليه مش منه، لان واحد بياخد قرار خاطئ بيروح في سكه غلط، خسر كل حاجه، خسر النادي الاهلي. الصرح الكبير ده هو اللي بيدفع الثمن. فلما اللعيب بيجي النادي الاهلي الجماهير بالذات تيجي تزوم على واحد بتحبه جدا جدا عايز يرجع لمستواه، انما عمرها ما تسيبه ولا تغلط فيه ولا يكتبوا عليه حاجه، لان اللعيبه دي كلها بتفرح جماهير النادي الاهلي طبعا. فالجماهير دي بتدي باور للمنظومه كلها. واحنا شايفين بالصدفه اللقطه اللي بيقلع فيها قفشه التيشيرت وحاططها فوق راسه من فوق وحريص انه يجري لغايه الجماهير عشان يوريهم اللي هو عامله، دي بيرد النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي وبطبيعه الحال جماهير النادي الاهلي على راسه من فوق. دي بيرد. بص يا كريم بيرد ازاي؟ بيرد عملي، احرز هدف جميل طبعا. فبيقول لهم بص الحته دي ان انا عارف قيمه النادي الاهلي، النادي الاهلي فوق راسي، انا لو في تقصير مني يعني لازم تقفوا معايا تسامحوني. ماشي مش خد الفانيلا رماها في الارض او عصب، فهو عارف حجم المكان اللي هو فيه وعارف الناس دي هي اللي بتعمل اللعيبه. جماهير النادي الاهلي الفضل الاول للمنظومه كلها، الجماهير رقم واحد طبعا. اي حد هو اللعيبه عندنا عايزه تكمل مع النادي الاهلي. يعني قفشه انا كان من سنه تقريبا كنت بتكلم معاه في الموضوع ده بعد القاضي على طول، كان بيقول لي انا قدامي لسه على الاقل 10 سنين مع النادي الاهلي، انا مش عايز اسيب. يعني اللي هو كنت بساله لو انت هتروح جالك فرصه ثانيه، انا 10 سنين مكمل مع النادي الاهلي. فاللعيبه بتاعتنا برده عندها حاسس طبعا طبعا بقيمه النادي وبيحس بيك انت وانت بتشجعيه، لما تيجي تكلميه هو عارف ان انت بتحبيه وعايزاه يبقى كويس، لان هو كويس النادي بيبقى كويس. بعدين اللعيبه كلها واي لاعب يحصل له دروب ده يعني ده وارد جدا، واي نادي بيحصل له دروب ده، حتى شفناه دلوقتي مع ليفربول، يعني الوضع اللي هو بيعاني منه يعني عامله ازاي، حاجه تزعل. اللي بيقول السلام عليكم الديفنس بتاع ليفربول بيجيب جون فيه. والله الناس عليهم كده، الواحد مش فاهم ايه اللي بيحصل بجد، ايه اللي بيحصل برضه. بص يا حضرتك انا باجي بجيبها من فوق المنظومه، مجالس الادارات اللي هي لازم يوفر. يعني شوف النادي الاهلي اي حد عايزها مدير فني بيجيبه له في حدود الامكانيات، بيتوفر حالا طبعا بالمتاح. ليفربول نادي كبير جدا جدا وعريق وليه تاريخ، بس هم ممكن يكونوا ماسكين شويه في الصفقات. لازم يطلعوا مبالغ يجيبوا لعيبه جامده كويسه ومميزه، ما يسترخص يجيب لعيبه قليله، تجيب لعيبه في مستوى صلاح بالظبط، لان المدير الفني دلوقتي تغيير المراكز وبعد ساديو ماني ما مشي الوضع ليس الافضل. يجيب زي ساديو ماني، يجيب زي هالاند، الناس دي فدي محتاجه فلوس. تاني اللي حاصل مع ليفربول كده كده كفيل بان هو يصحصحهم الفتره الجايه وياخدوا شويه قرارات ثوريه ينتج عنها تغيير جذري للي حاصل. في دروب عندهم، وعلى فكره جزء كبير من الكلام اللي حضرتك تفضلت بيه من شويه المتعلق بالنادي الاهلي وطبيعه الكيان ده عبر عنها بايجاز وبشكل رائع التعليق الصوتي اللي كلنا سمعناه لعلي معلول وهو بيقدم في الفيديو التقديمي لكريستو. يعني بيقول انت جاي كيان كبير هتحقق فيه طموحاتك، المسؤوليه ضخمه، وفي نفس الوقت تقدر ان انت تتالق في هذا الكيان وبيدعمك 70 يعني مليون. كل المتناقضات اللي هي بتميز الكيان عليك ده. برافو عليك، اثرت نقطه مميزه جدا جدا في توقيت كويس. مين اللي بيقول؟ علي معلول اللي هو معلول سبقه لعيب اجنبي، هو مش اجنبي دلوقتي طبعا. هو من النادي الاهلي وابن النادي وعمل تاريخ وبصمه في النادي الاهلي، النادي الاهلي اضاف له كتير جدا، هو اضاف للنادي الاهلي في مركزه وبيساعد مع زمايله. بس طريق. لما يقول كلمه زي دي ان بينقل لك الحدث اللي هو عاشه طبعا، استقرار طبعا. مادي مليون في الميه، استقرار اداري، استقرار فني ليه هو بيحصل اي دروب عنده بيتصاب بيرجع تاني، حب جماهير مش طبيعي، جماهير عمرها ما اتغيرت معاه. فبينقل الصوره زي ما اللي قبله نقلها. فلما لعيب اجنبي زي الضو ده يجي ويشوف مثلا الكابتن علي معلول طبعا. فيجي هيطلع كل يبذل اقصى حاجه عنده عشان يعمل يكتسب الخبرات والثقه والحب اللي خده علي معلول، هو عايز يظهر بنفس الصوره. فهقول لك الاهلي اضافه لاي حد، صدقني والله يعني اتقالت كلمه زمان بيقول لك الاهلي سلم كهربائي. يعني ازاي سلم كهربائي؟ يعني انت تنزل في اول دور بتدوس على الزرار بتبقى في اخر دور، لو 50 دور الدنيا كلها بتعرفك. صحيح. بتروح في اي نادي تاني بتلعب بتطلع السلالم دي 3 4 دور ممكن يجي لك مزق تقع. فاي حد يجي هنا يعرف قيمه المكان صح. ده طبعا. هيمسك فيه بايده واسنانه. صحيح. اتمنى التوفيق طبعا ليهم الفتره اللي جايه يا رب. ان شاء الله والاهلي يبقى متصدر على طول،
بجداره بالخمسه بونت يبقوا 10 و15. ايوه وان شاء الله يرجعنا الايام الحلوه اللي كانت قبل كده. عشرين محدش يحصلنا. هو ده كالعاده العادي بتاعنا ان شاء الله باذن الله. نورتنا كابتن صديق وكل سنه مره ثانيه وحضرتك بخير. السنه دي تبقى حلوه علينا كلنا يا رب. ربنا يخليكم كل سنه طيبين وانا كنت سعيد جدا متواجد معاكم. نورت. الف سلامه يا كريم. الله يسلم حضرتك. الف سلامه عليك. ربنا يخليك ونشوفك على خير ان شاء الله حبيبي. طيب احنا بكده حضراتكم كنا انتهينا من اولى فقراتنا الحواريه. هنطلع فاصل سريع ونرجع نستقبل تاني ضيوفنا. خليكم معانا.